وين قاعدين احنا؟ بقهوة؟ الله يخليك. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم حركة حقوق السيد علي فضل الله. أهلا بك سيد علي. اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هاتان العمليتان هل تتوقع أن يتم إجراؤهم يعني بذات الانسيابية التي شهدناها اليوم؟ بدأ شكرا لهذه الاستضافة. جلسة اليوم أعتقد لم تكن فيها انسيابية، على العكس، يعني إذا عدنا للدستور العراقي فمن المفترض أن يكون التبادل سلمي للسلطة. ما حصل اليوم نعتقد بعيد كل البعد عن الأسلوب الدستوري والقانون وحتى الحضاري. هنالك تجاوز حصل على رئيس مجلس البرلمان الكبير السن الأستاذ محمود المشهداني، وعطلت الجلسة. والغريب المستغرب أن هنالك استمرار، ومن قبل العضو الاحتياط أو الرئيس الاحتياط تم إجراء الجلسة، وهذا مخالف للدستور ومخالف للقوانين. وبالتالي الجلسة أعتقد، ومن خلال بيان الإطار التنسيقي، كان واضح أن هنالك سوف يكون طعن من قبل الإطار التنسيقي وحتى باقي القوى المتضررة أو الأشخاص المتضررون من هذه الإجراءات. قد يتم التقديم شكوى باتجاه المحكمة الاتحادية على هذه الإجراءات. نعم، من المفترض إذا سارت العملية بهذه الشاكلة فلا أعتقد هنالك انسيابية في هذه الدورة البرلمانية، على العكس بدأت بلغط كبير، وهو النتائج الغير منطقية والتي تم الطعن بها، وللأسف تم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية وسلمت عموم القوى. يعني سيد علي، بالتأكيد أنت تقول هذا الكلام كونكم من المتضررين، كونكم حركة حقوق هي ضمن الإطار التنسيقي، وكونكم متضررين من هذه العملية ككل، إذ أن وجهة نظر التيار الصدري فيما يتعلق بتشكيل حكومة أغلبية هي التي كانت سائدة وكفتها هي التي ترجحت، وبالتالي كفت الإطار التنسيقي الداعي لحكومة توافقية لم تترجح، وبالتالي ستكون هذا الإطار التنسيقي سيكون قوة معارضة في البرلمان الجديد. وبالتأكيد حتى حركة السيد المشهداني ربما كثيرون يقولون أنها لم تكن حركة سوى كانت حركة ربما استعراضية من أجل خلق نوع من البلبلة والفوضى لغرض تأجيل الجلسة، فالأمور كانت محسومة. هذه وجهة نظر تطرح اليوم. لا بالعكس سيد الكريم، هسه بعيدا عن التوقعات والرؤية باتجاه السيد محمود المشهداني لست ناطقا عنه، لكن الإطار التنسيقي اليوم حسم الموضوع، وأعتقد بكل اتزان وبكل هدوء وبنفس هادئ وطويل استطاع أن يقدم مرقة على أنه الكتلة الأكبر أمام التيار الصدر. وبالتالي موضوع حكومة الأغلبية، بالمناسبة هذا المفهوم فيه لغط كبير، يعني ما أثير من قبل التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، كيف تكون هذه الأغلبية الوطنية ويتم اقتطاع الجزء الأكبر من المكون السياسي صاحب الأغلبية السياسية، المكون السياسي الشيعي، وهذا ما أدلى به حقيقة الكرد والسنة في موضوع عدم الدخول في أزمة مع البيت السياسي الشيعي. قرابة 60% أو أكثر من المكون السياسي الشيعي الآن هو باعتبار بعيد كل البعد عن توجه التيار الصدري، وبالتالي حكومة الأغلبية الوطنية هل يعقل تتشكل بوجود كل الكرد والسنة ووجود 40% من قبل من المكون السياسي الشيعي؟ هذا الموضوع أعتقد منافي لموضوع الأغلبية، وهذا هذا قفز. بالعكس، بهذا الإجراء تتحول الأغلبية إلى أقلية، وهذا الإجراء برأيي هو غير قانوني وغير دستوري. الموضوع حسم الكتلة الأكبر للإطار التنسيقي، لكن ما حصل بعد خروج السيد محمود المشهداني وهو رئيس الجلسة، ومن المفترض أن ننتظر، ولدينا يومان أيضا لانتهاء المدة الدستورية من بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية على الأسماء الفائزة، لذلك اليوم الإجراءات بعد خروج السيد محمود المشهداني هي غير قانونية على الأقل من وجهة نظرنا. يعني هذا ما وضعته في بداية حديثنا إليك اليوم سيد علي. طيب، تغريدات السيد الصدر المتتالية أغلقت الباب بوضوح أمام فرصة الحكومة التوافقية التي ينادي بها الإطار. كثيرون رأوا بأن الحكومة التوافقية لا يمكن لها أن تصحح الأخطاء السابقة، كيف تعلق؟ بالمناسبة يعني الإطار التنسيقي تحدث عن موضوع التوافق ليس في مجمل الحكومة،
تكلم عن التوافق في الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر من المفترض أن تكون من المكون السياسي صاحب الأغلبية وهو المكون السياسي الشيعي، وهذا مقر من قبل كل المكونات السياسية الأخرى. الحكومة التوافقية اللي يتكلم عنها السيد السيد مقتدى الصدر واللي يرفضها إذا كان كل الفرقاء موجودين داخل العملية السياسية، وأعتقد اليوم هي حكومة توافقية، فالكرد والسنة والمكون السياسي الشيعي الصدري موجود بها، وهنالك 60% مبعدين من هذه الحكومة. أعتقد الموضوع فيه إشكالية. اللي راد الإطار التنسيقي هو التوافق في تشكيل الكتلة الأكبر بين قطبي المعادلة السياسية الشيعية ما بين الإطار والتيار الصدري، وليس عموم المكونات السياسية المشتركة في العملية السياسية. إذا اشتركت الجميع طبعا توافقية، لكن إذا كان صاحب الأغلبية مع وجود القوي الفائز من الكرد والقوي الفائز من السنة، فأعتقد هذه هي المسمى الحقيقي لموضوع الأغلبية الوطنية أو حكومة الأغلبية الوطنية. كثيرون يعولون على سيد الصدر في وضع اللبنة الأولى للعملية السياسية الجديدة في العراق، وتشريع أيضا مبدأ محاسبة الفاسدين الذين سرقوا العراق على مدى 18 عاما مرت. يعني كيف تعلق على هذا الطرح أو هذه الآمال المبنية على الحكومة الجديدة أيضا؟ يعني خلينا أعود لموضوع علم النفس وعلم الاجتماع السياسي الذي يتهم بالفساد. يعني من الصعب جدا أن يكون هو صاحب المشروع الإصلاحي. إذا سلمنا أن كل الحكومة العراقية الآن، كل الذين اشتركوا في الحكومات السابقة يتحملون وزر موضوع الفساد المالي والإداري، فالتيار الصدري جزء كبير من هذا الوزر باعتباره هو جزء من كل الحكومات السابقة، وبالتالي أن ينفرد التيار الصدري وهو جزء من عملية الفساد المالي والإداري المتهمة بها عموم الطبقة السياسية، أعتقد هذا الموضوع يخالف المنطق ويخالف العقل، وبالتالي هي عبارة عن شعارات ليس أكثر. أنا أقول الكل يتحمل مسؤولية الفساد المالي والإداري، وكلا بحجمه المشترك في العملية السياسية سواء للدورة البرلمانية السابقة أو الدورات البرلمانية الأسبق. لذلك من الصعب جدا أن يعتقد الجمهور أو الشعب العراقي أنه التيار الصدري سوف يكون هو صاحب المشروع الإصلاحي. سيد علي، لماذا تقول وهو جزء من حكومات متهمة بالفساد المالي والإداري؟ لماذا تقول التيار الصدري يتفرد؟ التيار الصدري حصل على أغلبية، وبالتالي من حق الأغلبية أن تقود الحكم، أن تدير شؤون الحكم. هناك أغلبية وهناك أقلية. يعني الأغلبية بمعيار، عفوا، بمعيار مزاجي أو معيار لا 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 ليس ليس لا 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 ليس بمعيار مزاجي. وين قاعدين احنا؟ بقهوة، الله يخليك. ليس بمعيار مزاجي، هناك صناديق اقتراع هي اللي حددت من الفائز ومن الخاسر. انتهى، نقطة على سطر، انتهى الموضوع. هناك أغلبية حصلت في الانتخابات. لا لا لا، ليست قضية مزاجية وشخصية. لا دستوري، خلينا نغادر عذرا المسمى المقهى اللي تكلمت عنه جنابك. اعتقد فعلا احنا مو امام مزاج، يعني حتى نحدد من هي الكتله الاكبر او من هو الذي تفرد في موضوع الكتله الاكبر. المحكمه الدستوريه عام 2010، عام 2014 وعام 2019 اعطت نفس التفسير 3 مرات، وهي الكتله البرلمانيه التي تتشكل بعد اعلان النتائج وليس الكتله الفائزه. وهذا الموضوع من صلاحية السلطة القضائية، تحديدا المحكمة الاتحادية اللي طه الدستور موضوع تفسير المواد الدستورية في حال الاشتباه في موضوع المادة الدستورية. لذلك إذا عدنا لهذا التفسير فالكتلة الأكبر اليوم أعلنت وهو الإطار التنسيقي. أما موضوع من هو الأكبر، الموضوع إذا كان وأكرر على موضوع الأمزجة والميول فهذا الموضوع فيه لغط كبير، أما على المعيار الدستوري والقانوني فالموضوع اليوم حسم. قدمت قائمة من قبل التيار الصدري وقائمة من قبل الإطار التنسيقي، وكانت الأفضلية والغلبة للإطار التنسيقي، وهي الكتلة البرلمانية التي تشكلت بعد إعلان النتائج، وهذا ما يتوافق مع تفسير المحكمة. يا سيد علي، اترك التفسير جانبا. عام 2010 اترك التفسير جانبا. إن كنتم الكتلة الأكبر في البرلمان اليوم لكان استطعتم أن تمرروا رئيس البرلمان الذي تريدونه. إن كنتم الكتلة الأكبر فعلا في البرلمان وقادر على حسم الأمور في البرلمان العراقي كنتم رشحتم نائب أول من قبل الإطار التنسيقي. أنتم انسحبتم من الجلسة يا أخي،
بقي بحدود ال 300 نائب موجودين، وبالتالي لن تشكلوا انتم الكتلة الاكبر. الكتلة الاكبر هي التي اختارت الحلبوسي، وهي التي اختارت الزاملي بمنصب النائب الاول. هذه هي الكتلة الاكبر عمليا انا اتحدث بعيدا عن التنظيرات. جميل. نعم. جميل 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 جميل. يعني جنابك انت يعني كمشاهد كمتابع، هل تعتبر ما حصل اليوم شيء حضاري او دستوري او قانوني؟ الاعتداء على رئيس البرلمان كبير السن من قبل التيار الصدري، هل هذا الموضوع يتطابق مع الدستور مع القانون مع الاساليب الحضاريه؟ انا اعتقد هذا الموضوع فيه مشكله كبيره جدا، وبالتالي مغادره قوى الاطار التنسيقي لم يكن بطرا، بل هنالك مشكله كبيره حصلت وهي تخالف مبنى الماده الدستوريه رقم 54 التي تنص اداره الجلسه الاولى تكون من قبل السيد رئيس البرلمان الكبير السن. والسيد محمود المشهداني رفع الجلسة مو من اختياره نتيجة الاعتداء اللي حصل عليه، وبالتالي مو من حق أي واحد أن يعقد الجلسة إلا بحضور نفس رئيس الجلسة أو يعتذر رسميا عن إكمال الجلسة. هذا الموضوع حقيقة ما حصل، فبالتالي الموضوع أعتقد مرهون الآن بالقضاء وبالمحكمة. طيب. الاتحادية هي سوف تقرر ما إذا كانت الإجراءات قانونية ودستورية. أما موضوع الاختيار فالموضوع أعتقد فيه مشكلة كبيرة جدا، ويبدو أن هنالك مؤامرة لتغييب المكون السياسي الشيعي عن العملية السياسية. طيب سيد علي، قلت قبل قليل لا تتوقع الإصلاح يعني من الحكومة المقبلة. هناك من يقول في المقابل بأنه القوى الخاسرة وهي القيادات المنضوية في الإطار التنسيقي أخذت دورها سابقا في البلاد ولم تحقق أيضا الإصلاح بنفسها. الحكومة عفوا لم تكن من طيف واحد أو من مكون واحد أو من حزب واحد. الحكومات منذ عام 2006 ولحد الآن هي حكومات توافقية الكل الآن، وحتى القوائم الفائزة الآن التي هي متسيدة للمشهد السياسي باعتبار أنه كانت هي بعيدة، يبدو أنه بعيدة عن موضوع الفساد المالي والإداري، وفقط المكون السياسي الشيعي وتحديدا قوى الإطار التنسيقي هي كانت تتسيد المشهد السياسي. هذا الموضوع أعتقد فيه مشكلة كبيرة جدا، وهذا ينافي المنطق والعقل والحقيقة. لذلك الكل مشترك في موضوع الفساد المالي والإداري. لماذا تحمل هذه الأعباء وهذه الأخطاء فقط على مكون واحد وليس هم كل المكون؟ يعني اقتطاع التيار الصدري وهو جزء من المكون السياسي الشيعي، وإذا سمينا الإسلام السياسي فأعتقد التيار الصدري أيضا هو جزء من الإسلام السياسي. لذلك هذه المسميات غير صحيحة، وهنالك مؤامرة كبيرة حصلت منذ إجراء الانتخابات، وللأسف يعني يبدو أن هنالك إصرار من قبل بعض القوى السياسية الداخلية وقوى دولية وخارجية تريد تجريف بعض القوى السياسية التي تطالب باستقرار العراق وعودة السيادة إلى العراق من خلال إخراج القوات الأمريكية. طب كل عندما تقول الكل مشترك، الكل مشترك، إذا من حق التيار الصدري، إذا من حق التيار الصدري أو أي كتلة نيابية فائزة بأغلبية في المقاعد البرلمانية من حقها أن تكسر هذه القاعدة، قاعدة الكل مشترك، من حقهم أن يكسروها، ومن حق المواطن. نعم، الاغلبيه من بالضبط من حقهم ان يكسروا هذه القاعده، قاعده الكل مشترك، ويبحثوا عن حكومه اغلبيه كي لا يقال والله الكل مشترك بالفشل. اذا فشلوا الاغلبيه بذاك الوقت تستطيعون ان تواجهونهم انتم. هسه احنا مبدئيا اتفقنا المعيار هو معيار دستوري وقانوني. المعيار الدستوري والقانوني خلينا نكمل، لا تقف حقيقه موضوع الاغلبيه عند موضوع اختيار الصناديق، يعني هنالك خطوة ثانية، وهذا ما فسرت المحكمة الاتحادية. الكتلة البرلمانية التي تتشكل عفوا بعد إعلان النتائج وليس القائمة الفائزة، وهذا الموضوع يعني أسلفت في بداية كلامي، قلت طب أين أنتم الكتلة الأكبر؟ أين أنتم؟ أنتم لم تشكلوا الأغلبية في البرلمان اليوم عندما تم اختيار. عندما نتحمل الفرصة تكون لنا. الإطار التنسيقي، المعلومات التي تسربت قبل عقد الجلسة أن الإطار التنسيقي سيذهب إلى البرلمان لترديد القسم وبعد ذلك يخرج ولن يشارك في جلسة التصويت، وما حصل من قبل السيد المشهداني كما يقال نسمع هنا وهناك أنها مجرد كانت قضية من أجل خلق بلبلة لتبرير انسحاب الإطار التنسيقي لا أكثر ولا أقل، والأغلبية هي التي بقيت في البرلمان وصوتت.